أهلا بكم، هذه نشرة أخبار الثالثة والبداية بالعناوين. تزامناً مع عملية البتاويين، اغتيال الملقبة بأم فهد يهز الواقع والمواقع، ولا تعليق حتى الآن من الإعلام الأمني. الأعنف منذ أشهر، مسيرة تستهدف حقل كورمور بالسليمانية، عدد الضحايا مختلف عليه، وانهيار الطاقة بالأقليم ثابت. الخنجر يعيد صلاح الدين إلى الواجهة ويؤكد يجب أن تؤسس الإدارة الجديدة عهداً جديداً في المحافظة. البداية أمنية، إذ أثار اغتيال الملقبة على وسائل التواصل بأم فهد إثر هجوم مسلح في منطقة زيونة شرقية بغداد، أثار جملة تساؤلات حول التوقيت المتزامن مع العملية الأمنية الكبرى لتطهير منطقة البتاويين وسط العاصمة، فيما استغربت أوساط شعبية وصحفية غياب خلية الإعلام الأمني عن المشهد وعدم الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن سوى بيان الداخلية الذي نفى إلقاء القبض على القاتل. وكان مسلح يستقل دراجة نارية فتح النار على الملقبة أم فهد أثناء وصولها إلى منزلها في منطقة زيونة رفقة إحدى صديقاتها مساء أمس الجمعة، حيث أطلق عليها رصاصات عدة استقرت في رأسها ومناطق متفرقة من جسدها، وأصاب صديقتها التي استطاعت الهروب والنجاة بحسب ما وثقته كاميرات المراقبة، فيما لاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة. رايد شيء بس انت يا كل شيء. هذه هي اللحظات الأخيرة ترسم على وجه أم فهد، كانت تسير في طريقها وهي لا تعلم أن القدر يخبئ لها مصيرا مأساويا. مسلح على دراجة نارية ترجل واختبأ خلف سور قبل أن ينطلق متوجها نحو سيارة أم فهد، ففتح الباب وأفرغ رصاص سلاحه في رأسها ليردها قتيلة. كان بدراجة يلحقها، طقت باب البيت بتنزل، كانت وياها صديقتها، جابوا الدراجة أصابها طلقتين لو ثلاثة، صاب صديقتها هم، والدراجة نزل وكل رمي صديقاتها همين، بس يعني هذا الدم جاي يشوفها هسه قدامه. توفت البنية الله يرحمها وصديقتها مصابة. بعد الجريمة البشعة التي هزت أرجاء زيونة، انتاب الهلع والخوف والقلق أهالي المنطقة بشكل خاص، وامتدت موجة الصدمة لتشمل أهالي بغداد بأسرها. طالب السكان بضرورة القبض الفوري على الجاني وكشف النقاب عن هويته ومن يقف وراءه. اليوم مطالبه اي عراقي باي جريمه، مطالبه الحقوق العادله والامتناع عن هذه الاشياء، لأنها كثرت في الآونة الأخيرة اغتيال البلوغرات والنساء. رغم شهرة أم فهد الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها وقعت في مشكلات واتهامات متبادلة مع جهات عدة، مما جعل موضوع قتلها يظل شائكا ومثيرا للتساؤلات. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي نفذ بطائرة مسيرة مستهدفا حقل قرمور الغازي في محافظة السليمانية. هذا وأدانت خلية الإعلام الأمني الاعتداء الآثم على ثروة العراق الاقتصادية
مؤكدة أن المعتدين سينالون جزاءهم العادل على هذه الاعتداءات التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق. وكانت إدارة قضاء تشامتشامال قد أكدت في وقت سابق بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار على حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم بقضاء تشامتشامال. هذا وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشاوا هوراماني أن أيادي المخربين والإرهابيين طالت حقل غاز كورمور بناحية تشامتشامال في محافظة السليمانية. وقال هوراماني في بيان إن استهداف حقل كورمور للغاز أدى إلى مقتل 4 موظفين من الجنسية اليمنية، مبينا أن الحقل تعرض لأضرار بالغة، مشيرا إلى ضرورة وقف الهجمات المتكررة على حقل كورمور. ودعا هوراماني الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال. إلى ذلك أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم عن تسبب استهداف حقل كورمور الغازي إلى فقدان نحو 2500 ميجاوات من الكهرباء. إلى ذلك أدانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي أدانت الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العمال. وأعربت رومانوسكي عن تعزيتها لعائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما دعت السفيرة الأمريكية السلطات العراقية إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات للعدالة، وجددت التأكيد على التزام بلادها بمواصلة العمل مع حكومتي المركز والإقليم لدعم أمن واستقرار العراق وسيادته. كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز بقضاء تشامتشامال في محافظة السليمانية. وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان دعم بلاده للعراق وأقليم كردستان وحماية الاستقرار والسيادة، معتبرا هذه الهجمات تنتهك السيادة العراقية، داعيا السلطات العراقية إلى التحقيق وتقديم المهاجمين إلى العدالة. وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعزيته لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. هذا وكانت طائرة مسيرة قصفت حقل غاز كورمور بالسليمانية، ما أسفر عن مقتل 4 عمال يمنيين وإصابة 2 آخرين، إضافة لإلحاق أضرار بالغة بالحقل. ويعد حقل كورمور للغاز أكبر حقل للغاز الطبيعي في العراق، تقدر احتياطاته بأكثر من 8 تريليونات قدم مكعب، وتبلغ مساحته 135 كيلومتر مربع في قضاء تشامتشامال بمحافظة السليمانية. وتشرف على الحقل الشركتين الإماراتيتين دانا غاز والهلال، وينتج هذا الحقل أكثر من 54 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً. من المقرر أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة مساء اليوم السبت اجتماعاً مهماً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس أقليم كردستان نجيرفان بارزاني. وقال مصدر سياسي إن الاجتماع سيتضمن مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية. وكان رئيس الأقليم أجرى في مطلع شهر نيسان الجاري زيارة إلى العاصمة بغداد، اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي. وبحث بارزاني خلال زيارته الماضية سبل حل مشكلات أربيل وبغداد والأوضاع السياسية.
إلى ذلك، زار رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر مبنى محافظة صلاح الدين، يرافقه النائب عن الحزب خالد الدراجي والأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري، حيث عقد لقاء ثنائيا مع محافظها بدر الفحل. وأكد الشيخ الخنجر خلال لقائه الفحل دعمه لعمل الحكومة المحلية في إنجاز المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة، مشددا على ضرورة أن تؤسس الإدارة الجديدة عهدا جديدا لصلاح الدين يلبي طموحات أهلها. أنا كذلك سعيد بهذه الزيارة، وسعيد بوجودي في هذه المحافظة العزيزة، وأبارك لك ولكل حكومة صلاح الدين ومجلس محافظة صلاح الدين. إن شاء الله بداية عمل بخير المحافظة، عهد جديد بأمل للناس، إن شاء الله موفقين. نحن راح دائما ندعمكم بكل ما نستطيع، سواء في تأثيرنا السياسي في بغداد أو في علاقاتنا الدولية من خلال تشجيع الاستثمار في هذه المحافظة. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة نرسل مجموعة من المستثمرين دعتكم مشاريع معروضة للاستثمار تفيد المحافظة، نحن راح نكون سند لكم في هذه المرحلة. هذا وأجرى رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر زيارة إلى منزل النائب عن السيادة خالد الدراجي في محافظة صلاح الدين لبحث ومناقشة آخر التطورات السياسية واستحقاقات المرحلة القادمة. وتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة الإسراع باختيار رئيس للبرلمان، فضلا عن أهمية استنفار الجهود ورص الصفوف لتحقيق آمال وتطلعات جماهير المحافظة وتمثيل أهالي صلاح الدين من خلال تقديم الشخصيات المهنية المشهود لها بالسيرة الطيبة والعمل الدؤوب والحرص على مصالح المواطنين. أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني خلال كلمته خلال أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته 50 أن الحكومة أطلقت استراتيجيات ومبادرات عدة للارتقاء بواقع العمل والعمال في البلاد. بغداد التي كانت قبل 59 عاما شاهدا وموطنا لكتابة شهادة ولادة منظمة العمل العربية، وقد أطلقت حكومتنا الحالية في هذا الصدد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال. تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتقليل ومنع أوجه عدم المساواة في عالم العمل للأعوام 2024-2028. انطلقنا بمشروع طريق التنمية الذي يمثل أول مشروع من نوعه، سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال الصناعات التي سيتم توطينها في المناطق التي يمر بها، وهي كلها مشاريع ملحقة بهذا المشروع الحيوي الكبير. إلى ذلك، أشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إلى أن بغداد عادت بقوة للمساهمة في الفعاليات الدولية، لافتاً إلى أن مؤتمر العمل العربي سيدعم العمل الحكومي في تطوير القطاع الخاص وسوق العمل. بغداد التي تعود بقوة إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في جميع الفعاليات الإقليمية والعربية والدولية تحت قيادة السيد رئيس دولة الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، إضافة إلى أن انعقاده سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه في العمل اللائق وتحسين شروط وظروف العمل وتطوير القطاع الخاص والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والتي تعد من أهم فقرات البرنامج الحكومي، وكذلك تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ليس على مستوى العراق فحسب وإنما على مستوى المنطقة العربية جمعاء. من جانبه، ثمن المدير العام لمنظمة العمل العربية جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم مؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد التي وضعت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العمل العربية. هنا من بغداد مدينة السلام والمنصور والرشيد، وقبل 59 عاما
وضعت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العمل العربية بحضور ممثلين عن 21 دولة لنبدأ أعمال الدورة الذهبية 50 لمؤتمر العمل العربي برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني. نثمن عالياً حرصه على الحضور شخصياً لافتتاح أعماله، فدوركم دولة الرئيس في عودة المنظمة لتنفيذ أنشطتها في العراق بعد غياب دام لسنوات يستحق التوقف والاعتراف به كمحطة مهمة في مسيرة المنظمة. يحافظ العراق على مكانته الاستراتيجية في إنتاج النفط والغاز رغم التحديات، مع عودته منافساً قوياً بفضل 30 مشروعاً جديداً للطاقة تجذب كبرى الشركات العالمية. نتابع. لا يتزحزح موقع العراق الاستراتيجي العالمي في إنتاج النفط والغاز رغم الظروف العاصفة التي يمر بها، لكنه يعود منافسا تفرضه الإمكانات الجاذبة لكبرى الشركات الاستثمارية في هذا المجال. الحديث عن 30 مشروعا للطاقة تتنافس عليها شركات عالمية، هذا ما كشفته وزارة النفط ضمن جولة جديدة من تراخيص الاستكشاف والإنتاج النفطي. ذهاب السيد السوداني هو لمنح فرصة لشركات كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في العراق، مع استثمار أيضا ودعوة لبعض الشركات من دول أخرى، وهذا يعني أن العراق قادم بالسنوات يعني ذهب بالسنوات القادمة إلى أن يشكل عنصر الطاقة، عنصر جذب لكبرى الشركات. طموحات كبرى لمستقبل واسع الآفاق، هذا ما تبحث عنه حكومة السودان الساعية لترميم العلاقة مع الشركات المنسحبة في قطاع النفط والغاز في وقت سابق نتيجة التحديات الأمنية والسياسية. أمل يبقى تحقيقها مرهون بتحرر الاقتصاد الوطني من الضغوط الإقليمية الدولية، وهذا ما يتطلب جهدا دبلوماسيا عالي المستوى وفق معنيين. الاستقلالية في هذا المجال معدومة نهائيا، وأنا أقولها بصراحة، رغم أن الحكومة كما يعلن تحررت من الاحتلال الأمريكي، لكن ما زالت هذه الملفات تدار من الخارج وتحديدا واشنطن وطهران بكل صراحة، لأن الاستقلالية بهذا الملف يعني تحرر العراق من قبضة أمريكا والدول الخارجية. هذا جانب. الجانب الثاني، حينما يمتلك البلد ناصية الاستخراجات والمبيعات من الممكن أن تنفتح أبواب للتنمية. وفق معلومات يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في جولة التراخيص المرتقبة بين 100 إلى 300 مليون دولار، تتمثل في 600 مليون قدم مكعب من الغاز، رقم يسهم في استغناء العراق عن دفع تكاليف الغاز المستورد بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، ويحقق تقدما نوعيا في تعزيز استقلال قطاع الطاقة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. تترقب محافظة الأنبار منذ عقد من الزمن إنجاز محطة كهرباء الأنبار المركبة، واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد والتي ستنهي أزمة الكهرباء في المحافظة عند تشغيلها. نتابع. محطة كهرباء الأنبار المركبة أو ما تعرف بمحطة هيت الحرارية، والتي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد لأن تشغيلها سينهي أزمة الكهرباء في محافظة الأنبار. العمل متوقف فيها منذ عقد من الزمن بسبب تلكؤ الشركة المنفذة وشبهات فساد تحيط بها، مما دفع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بأن تكون هذه المحطة العملاقة هي أول وجهة له خلال زيارته إلى الأنبار، مؤكدا على سرعة إنجازها خلال عام واحد بعد إزالة جميع المعوقات. يعني هذه المحطة تغذي المحافظة بالكامل، وستكون أيضا يعني عامل مساعد للمحافظات الباقية في الكهرباء، وهذا ما يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي في محافظة الأنبار من ناحية الكهرباء. وهذه جهود مشكور عليها السيد رئيس الوزراء والسادة أعضاء مجلس المحافظة. محطة الأنبار المركبة في قضاء هيت تعتبر نقطة تحول في مجال الطاقة إذا ما تم إنجازها في الوقت المحدد. 6 وحدات توليدية سترفد المنظومة بأكثر من 1600 ميجاوات من الكهرباء الوطنية، إشادات كبيرة بالخطوات التي تبناها السوداني لتدوير عجلة الاستثمار. وهذا المشروع الاستراتيجي ك
كون المحافظة تعاني من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، وهذا بحد ذاته مشروع مهم وفي غاية الأهمية. ولاحظنا خلال زيارة دولة رئيس الوزراء إلى هذا المشروع الأول كونه سيرفد المحافظة بوفرة الطاقة الكهربائية، وهذا أيضا سيؤثر من الجانب الإيجابي على المحافظة. يعتبر من الزيارات المهمة والتي طال انتظارها. اليوم الشعب الأنباري يأمل أن تكون هنالك مشاريع عمرانية، مشاريع خدمية في المحافظة تفقدا للمحطة الكهربائية في مدينة هيث. القطاع الصحي والزراعي إضافة إلى ملفات عدة كانت من بين المخرجات الإيجابية لتلك الزيارة التاريخية التي أعادت الأمل لسكان محافظة الأنبار. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. أكدت وزارة التجارة أن الموسم التسويقي لمحصول الحنطة حقق نتائج إيجابية كبيرة من خلال تسويق كميات كبيرة إلى مخازن الوزارة في المحافظات الوسطى والجنوبية. الوزارة أشارت في بيانها أن الدعم الذي يوليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنجاح الموسم يعد نقطة تحول كبيرة في عمل وأداء الملاكات الفنية والإدارية التابعة لها في جميع المحافظات، فيما لفتت إلى أن وزارة المالية منحت التجارة 500 مليار دينار كوجبة أولى لمنح مستحقات الفلاحين، مؤكدة أن الشركة العامة لتجارة الحبوب بدأت عبر فروعها بتسلم الأموال الخاصة بالفلاحين. بدأت محافظة الأنبار موسمها التسويقي لمحصول الحنطة مع تقديم تسهيلات للفلاحين وتسليمهم المبالغ المالية أولا بأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحافظة. نتابع. وسط تسهيلات للمزارعين، السوداني يعلن عن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة قبل يومين في محافظة الأنبار، مؤكدا على ضرورة صرف مستحقات الفلاحين عند تسليمهم المحصول من أجل دعمهم وتحفيزهم لبيع الحنطة في السايلوات الحكومية الأربعة الموزعة في الرمادي والقرمة وعانة. ونحن ككوادر الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع الأنبار على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة الحبوب المسوقة من قبل فلاحي محافظتنا. ومع ذلك تم إطلاق مستحقات الفلاحين الذين سوقوا محصولهم بتاريخ 24/4 أول بأول، حيث سلم دولة رئيس مجلس الوزراء الصك إلى الفلاح بعد أن تم استلام كميته وبوقت قياسي، ومستمرين يوميا بإطلاق مستحقات الفلاحين أول بأول. المسوقون من جانبهم أبدوا ارتياحهم لهذا الموسم لكون تسليم الحنطة يجري بصورة سلسة دون تأخير، فضلا عن تسلمهم مستحقاتهم المالية بشكل آني، ناهيك عن الفترة الزمنية المفتوحة التي ستساعد الفلاح بتسليم محصوله بشكل كامل وعدم تحديدهم بوقت الإغلاق السايلوات. نحن مزارعي محافظة الأنبار اليوم نبدي بتسويق الحنطة المحلية لمجمع صومعة سالو الرمادي في محافظة الأنبار، وهناك تسهيلات من قبل سيد مدير عام تجارة بتسليم الصكوك أول بأول، وتسهيلات في دخول السيارات من أمناء مخازن والميزان والمختبر ومن مدير سايلو الأنبار الأستاذ فاضل جدوع، والأمور سلسة. على مدار 24 ساعة ولجميع أيام الأسبوع، سايلوات الأنبار ستبقى أبوابها مفتوحة أمام المزارعين حتى استلام آخر حبة حنطة، وسط توقعات بأن تكون كميات هذا الموسم أكبر من سابقتها. من الأنبار، دريس يحيى، قناة الفلوجة. تواجه ديالى موجة من الأمراض المتفشية خصوصا بين الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض. نتابع. تعاني
تعج المستشفيات في دياله بالمرضى وخصوصا الأطفال، فقد انتشرت الأمراض الانتقالية بعد ارتفاع درجات الحرارة ووجود البيئة الملائمة لحشرة البعوض المسببة الرئيسي لانتشار الأمراض. تعيش هذه الحشرات في المستنقعات والمبازل وتكثر في أغلب الأحياء السكنية. أولا يعني تجي تلسعك يعني ورا دقائق تصير حباية وحساسية جت تأثر على الجهال، وهاي الأطفال اللي كلية ما قدرت نامه. يا أخي البايق موتنا، تطب للبيت بايق، تطلع برا بايق، الجاهل خطيئة يعني بالليل يقعد الصبح تلقى جسمه خريطة من وراء البق. فمشكلة يعني هاي الأمراض تصير بالأطفال يعني إلا دغ بقايد يصبح الكبرها. كما رصدت دائرة صحة ديالى مرضى حبة بغداد هذا المرض الخطير في مدينة بعقوبة، وأطلقت حملة لمكافحة الحشرات الناقلة للسيطرة على المرض، وهذه الحملة تستمر لعدة أيام وفي جميع مناطق ديالى وخصوصا الزراعية التي ينتشر فيها البعوض. المناطق اللي سجلت هي خلينا نقول بصورة عامة غرب بعقوبة، يعني هاي المناطق اللي تكثر بها المستنقعات والمبازل تكثر بها هاي الحشرات، وهي سجلت حبة بغداد، يعني حبة بغداد بصورة عامة سجلت يعني بهاي المناطق وبمناطق بني سعد. سرعت الفرق الرقابية في قطاع بعقوبة الثاني فريق نواقل الأمراض بحملة تضبيب المسائي للمناطق المشمولة التي فيها تكثر فيها إصابات الحمى السوداء وحبة بغداد. وقد تكون حملات المكافحة أحد الحلول للتخلص من الأمراض، إلا أنه بحسب متخصصين فإن ديالى تحتاج إلى مكافحة تستخدم فيها الطائرات في المناطق الزراعية والمبازل للسيطرة على عدوى أمراض فتاكة ولحماية الأهالي من أمراض خطيرة تظهر في هذه الأيام من كل عام. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ينطلق معرض أربيل الدولي للكتاب بنسخته 16 تحت شعار اقرأ ذكاؤك ليس اصطناعيا، وبمشاركة واسعة من دور النشر في مختلف أنحاء العالم. ومزيد عن فعاليات هذا المعرض في التقرير التالي. معرض أربيل الدولي هذا العام تجاوزت عناوين الكتب فيه أكثر من 1.5 مليون وسط حضور لافت لعشاق ومحبي الكتاب. تحت شعار اقرأ ذكاؤك ليس اصطناعيا انطلقت فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب بنسخته 16 بمشاركة واسعة ل300 دار نشر رصينة مثلت 14 دولة وأكثر من 1 مليون عنوان بمختلف المواضيع السياسية والثقافية والأدبية والفكرية والروايات. أشوف أكو تواجد وأكو إقبال على المعرض، وإن شاء الله يستمر هذا الإقبال، لأنه إحنا بحاجة لإعادة الشباب وهالأجيال اللي أبنائنا ولاحقا راح يصيرون أحفادنا إلى الكتاب المطبوع. كتب لازم تكون فريدة، يعني نشعرنا السياسة، الكتب السياسية جامدة للقارئ لا يتقبلها كثيرا إلا إذا كان باحثا مضطرا لبحث ما أو دراسة ما. نحن نريد أن نسوق الكتاب السياسي إلى القارئ بطريقة شعرية. ويشهد المعرض بنسخته هذه تنافسا شديدا بين دور النشر والمطبوعات المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى إقبال اللافت لمحب الكتاب من مختلف الشرائح المجتمعية. فالكتب الورقية اليوم حاضرة بقوة وتقاوم النسخ الإلكترونية من حيث الإقبال والاندثار. دور النشر منوعة من كل الدول تقريبا، من كل الدول العربية يعني والأجنبية قسم منها موجود، فأي كتاب واحد يحتاج أو أي مصدر أو أي هذا ممكن يرجع إلى الموجود، الخريطة عندهم موجودة يصل إلى المكان اللي يريده. اشتريت رواية، والله أنا يعني ما قرية لهذا الكاتب قبل، بس صاحب المكتبة هو اللي شجعني أنه أشتريها، لأن قال أنا قاريها وأنصحك أنه تقريها لأن أنت تحبين القصص يعني الروايات المأخوذة من القصص الحقيقية.
ويعد معرض أربيل الدولي للكتاب الملتقى الأكبر ثقافيا وفكريا للسياسيين والأدباء والمفكرين والباحثين، ويستمر لمدة 12 يوما متواصلة تتخلله جلسات وندوات وفعاليات فنية مختلفة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. ختام الثالثة، هذا تذكير بالعنوان. تزامناً مع عملية البتاويين، اغتيال الملقبة بأم فهد يهز الواقع والمواقع، ولا تعليق حتى الآن من الإعلام الأمني. الأعنف منذ أشهر، مسيرة تستهدف حقل كورمور بالسليمانية، عدد الضحايا مختلف عليه، وانهيار الطاقة بالإقليم ثابت. الخنجر يعيد صلاح الدين إلى الواجهة ويؤكد يجب أن تؤسس الإدارة الجديدة عهدا جديدا في المحافظة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تفضلوا بزيارة حسابات الفلوجة على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.